مدير مستشفى ابن الجزار محمد علي حمدي، وأكدوا في تصريح للحياة فام أن المستشفى تلقى معدات طبية كهبة متمثلة في 3 آلات تنفذ ذات جودة عالية، مما مكن من زيادة طاقة استيعاب قسم الإنعاش ب3 أسرة، كما تم توفير 6 آلات أكسجين محمولة في المنازل لتخفيف الضغط والحد من تنقل المرضى إلى المستشفى، وهو ما سيحسن الخدمات المقدمة من قبل المستشفى ويخفف الضغط على الإطار الطبي والشبه الطبي بقسم الكوفيد وفق تصريحه. كما أفاد أن عدد المشتبه بهم في إصابتهم بفيروس كورونا بلغ اليوم 27 حالة و15 حالة مؤكدة و5 حالات تقيم بقسم الإنعاش. سلمنا مريض السيد الوالي أمس معيبة للمستشفى تتمثل في 3 آلات تنفس ذات جودة عالية من نوع أبتفلو اللي يمكن من تخفيف الضغط على قسم الإنعاش، خاصة أن الآلات هذه تمكن المريض باش يتنفس في أريحية في قسم الكوفيد. يعني عبارة على الـ3 آلات هذه مكنتنا من زيادة آلية في طاقة استيعاب قسم الإنعاش ب3 أسرة، معناها الإطار الطبي والشبه الطبي في العمل في أريحية، مزيد معناها تحسين من جودة خدمات تقبل المرضى في قسم الكوفيد. وتشمل الهيبة زادة أيضا معناها 6 آلات تنفس عادي من نوع كونسنتراتور دوكسيجين تمكن المرضى من استعمال الأكسجين وهما في بيوتهم دون عبء الإقامة بالمستشفى، وبالتالي معناها التخفيف من الضغط ولا الشارج اللي نجم يتسلط للقسم نتاع الكوفيد بالمستشفى، خاصة الحالة نتاع التفشي هذه الوبائية اللي تشهدها المنطقة ككل. اليوم معناها عندنا 27 مقيمين سيستي، يعني 27 حالة مشتبه به، وعندنا 15 حالة معناها مؤكدة، وعندنا 5 حالات الغالب في قسم الإنعاش. فديما الاكتظاظ المطروح والاكتظاظ اللي فيه امتيتي ديكا يعني الصعيب ديما معناها قسم الإنعاش. وفي خصوص الوضعية التي يمر بها المستشفى في إطار مجابهة فيروس كورونا، أكد أن هناك صعوبات تتعلق بالديون ونقائص في الموارد البشرية، موضحا أن التركيز الآن في القيروان هو العمل على مشروع المستشفى الجامعي الذي يتطلب رقمنة منظومات التصرف الإدارية ومنظومات التصرف في ملفات المرضى. ان شاء الله لقينا برمجه نتاع مشروع لقينا مياز جنار للوحده الاغالبه، ثم برامج نتاع رقمنا ميموريزاسيون نتاع منظومات تصرف ومنظومات قبول المرضى ومنظومات تصرف في المخبر ومنظومات تصرف في قسم الاشعه اللي مش ترتقي بالخدمات وتنقص من تكلفه استغلال الاقسام هذه، الشيء اللي مش ينعكس مستقبلا على بنيه المستشفى. انا كمدير نخدم تو معناها على مشروع المستشفى الجامعي ان شاء الله باذن الله، اللي هو فيه معناها عديد المتطلبات، الاهمها يعني رقمنه منظومات التصرف الاداريه ورقمنه منظومات التصرف في شؤون المرضى اللي قدمنا بها والحمد لله، يعني قمنا برقمنه معناها منظومه تصرف المخزونات في مستوى المغازه، تزيد الاقسام منظومه الرقمنه هذه على غرار الجراحه وعلى غرار قسم الكلى وعلى غرار الاستعجالي وعلى غرار قسم الانعاش، شملتها معناها منظومات الرقمنه بينا معناها توصل للاقسام كلها، التصرف في ملفات المرضى، منظومه التصرف التحاليل الطبيه ان شاء الله، برنامج وطني بالتعاون مع وزاره الصحه مش تمدنا انا باجهزه عالميه، كيف زاد منظومه الرقمنه نتاع الشعب في جميع مستوياتها في السكانير وفي الراديو وفي الايرام جميع ما هذه معناها الرقمنه هذه مش تمكن معناها بالارتقاء من المستشفى الجهوي إلى مستشفى جامعي، الشيء اللي مش يعطي استقلالية في التصرف المالي للمستشفى وأكثر أريحية في تسيير المستشفى. هذا الهدف المباشر نخدم عليه. بعد الحال بقية الأهداف هي توفير أكثر أريحية معناها للإختصاصات الطبية اللي تمارس معنا في جميع الأقسام، باش معناها السادة الأطباء يمارسوا نشاطهم وياخذوا إنشارج المرجع نتاعهم في ظروف مريحة.